دعني أسألك في البداية أستاذ ياسر عن مسألة أثر المكتبات وأهمية المكتبات في المجتمع. المكتبات حياة للمجتمع، يعني القراءة مهمة جدا، وهي يعني مصدر مهم من مصادر المعرفة، وهي المصدر الأقوى يعني أهم. ولا يكون تيسر الحصول على الكتاب إلا من خلال المكتبات، فالمكتبات وجودها ضروري، يعني مثل وجود يعني الصيدليات، مثل وجود يعني لا يستغني عنها الإنسان. ووجود المكتبات في بلد يعني دليل على الرخاء، دليل على التطور الثقافي والعلمي الذي يعني يعيشه هذا البلد. يعني مثلا عندنا في المملكة العربية السعودية بعض يعني كبار السن عندنا وبعض العلماء يعني يقولون من قريب من 100 سنة ما كان فيه مثلا في مدينة الرياض مكتبات، فكنا نتعب كثيرا حتى نجد الكتاب. ولكن الحمد لله مع يعني تطور هذه البلاد المباركة يعني والازدهار فيها، صار فيها مكتبات كثيرة، والحصول على الكتاب أصبح سهلا، وصارت بالعكس صارت تصدر الكتب إلى العالم. والكتاب مهم جدا في الحياة الثقافية والتعليمية والاجتماعية في هذا البلد. حتى التعليم الآن، التعليم لا يكون تعليم متميز ونافع إلا بكتب، يعني فالكتاب الحقيقة يعني صديق لا يستغنى عنه، ومصدر مهم في حياة الإنسان الثقافية والعلمية والتعليمية وغيرها. يبدو أنه يعكس أستاذ ياسر يعني وجود المكتبات وازدهارها وكثرة روادها يعكس الحراك الثقافي في المجتمع، المستوى العلمي الذي وصل إليه المجتمع. صحيح. يعني عندنا في بلادنا قبل 8 سنة الأمية منتشرة. صحيح. اليوم الأصل في الناس القراءة والأمية قليل مع برامج بحو الأمية وغيرها. صحيح. ففي حراك ثقافي وفي نشاط ثقافي وفي أنا بجي